الحقيقة مش دايما بتريح. مش عارفة لما يعرفوا هيسامحوني ولا لا. مين اللي بيعمل فينا كده؟ أنا بقى عن نفسي ما عنديش أي حاجة أخبيها، كل حاجة عني اتعرفت خلاص. يا ولاد الجان! السلاح ما بيحلش كل المشاكل. متأكد إن الوقت ده مناسب؟ عارف يعني إيه بنتك تموت قدام عينيك ومتعرفش تتصرف؟ أنت عايز إيه قصاد البنت؟ عايز أقتل الكلب اللي متصور مع أختي. أرجوك ما تعمليش فيا كده. والحب مش دايماً بيقوي. تيجي نتجوز ازاي؟ عرفي مش هقدر اسامح اللي كانت هتقتلني لاني هقتلها. انت كل ما تشوف اختي قدامي هتعكسها. صدق وتامن بايه؟ لا اله الا الله. انت اوسخ اخ انا شفته في حياتي. هي المخدرات بتنسي صح؟ والقوه والانتقام هما اللي بيعملوا راجل. انت دلوقتي ألد اعدائي. طالما النيه كويسه يبقى اي شيء متاح.